الثورة الجزائرية كانت عند أرضية في قمة الديمقراطية، شيء بما قراوش عليه. الثورة كانت تضرب المضرب وتذبح وتقتل وتقهر، لا، دي سنترايزد. تلاقاو تحت زيت الماء في شحنة في واد، ماهوش مؤتمر بالمعنى يعني الأكاديمي بروتوكول هيك إلى آخر 200 جهة عند كل جهة وكذا. الناس ما كانوش يعرفوا بيناتهم الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد أن أشكر الأخ والإخوة حضور جميعا، وأنا في الحقيقة عندي أمل كبير كل مرة وفي كل مناسبة لما نشوف يعني كوكبنا من الشباب ما عرفوش الثورة الجزائرية، ويعتبروا ربما من الجيل الثالث ما اهتمينا بهذا الجانب يعني الجانب التاريخي، وهذا يعطينا أمل. إحنا كبار يعطينا أمل بهذا الجيل يعني هذا الشباب وهذا الوعي اللي نشوفوه في كثير من المرات وكثير من المناسبات. حقا يعني احنا جيل الثورة نشوفه باللي ما كملناش المسيرة، وانا في المذكرات تاعي المتواضعة شاهدون على اغتيال الثورة، شاهدون على اغتيال الثورة ماهوش معناه اغتيال الثورة يعني روح ثورة في الشباب، ولكن كان هذا العنوان اعتبرته بلي ميساج يعني رسالة للأجيال القادمة أو الأجيال الصاعدة. لماذا؟ تعرفوا ربما وكم تعلمتوا وشاهدتوا كثير من المراحل بعد الاستقلال شنوها؟ أن الثورة الجزائرية هي كانت بمثابة يعني الجسر الجوترة كما نقولوا بالعامية تاعنا، الجسر اللي يفصل ما بين ضفتين أو جهتين، كانت الجهة المقابلة للجهة الضفة الأخرى جيلنا احنا في الشعب الجزائري الكل، كان فيه جهة اللي عشنا فيها كل أنواع العذاب، الجهل والمرض والتصرف والفقر وعدم يعني الرعية الواضحة في مصير الشعب بذلك، والجهة اللي مقابلة أو الضفة المقابلة هي ضفة الأمان، ضفة الأمان في العيش الكريم للشعب والاستفادة المشروعة من ثروة وخيرات البلد. هذا الشيء اللي كنا نشوفه، ولكن نصير على الجسر الذي كان يفصل بين الضفتين لم يكن سهلا أبدا، ما كان سهلا، وكذلك لم يكن في متناول الجميع، ما كانش سهل وما كانش متناول الجميع. بعض العابرين من جيل الثورة أقسم على أن يعبر ذلك الجسر مهما كان الثمن، مهما كان الثمن، وفريق ثاني سقط في منتصف الجسر، وفريق ثالث وهذا هو الشيء اللي لازم تقوله، والفريق الثالث ولا على عقبية لاحقوا للجزر شافوها ماشي بها كما يقولوها بالعامية تاعنا وماشي سهلة وماشي مضمونة بالنسبة لي ولاو، وهذا اللي ولاو على عقبية. واش نشوفوا اليوم يعني كي نكتب التاريخ كيفاش صنفهم؟
لأن إحنا في نتلاقى مع شباب في المناسبات، نحن نحكي معهم يا أخي شوفات من ذكريات، هذا الشوفات من ذكريات هذه وحدة من ذكريات يعني كيف طبعا. اليوم والجزائر مستقلة، منذ النصف القرن ويزيد، منذ النصف القرن ويزيد، في ذلك الوقت منذ النصف القرن ويزيد كما كان الأخ فاتح نوفمبر 1954، شفنا في ذلك الوقت عدد قليل جدا، عدد قليل رقم 22 وبعد 6 وبعد، يعني عدد قليل من المخلصين، من الوطنيين المخلصين للشعب والوطن. هذا العدد القليل تجاوزوا كل الخلافات اللي كانت بيناتهم في هذاك الوقت، وما أكثرها الخلافات، وما أكثرها، وأعلنوها ثورة، ثورة تحرير الوطن. أيضا هذا الشيء من العدد القليل، يعني ما عندهم حتى شيء، ما يكسبوا حتى شيء، يديهم فارغة ورجليهم حفيانة وكروشهم خاوية. راكم شفتوا بعض المذكرات تاعهم أو سمعتوا والله، مثلا مضياف كان مجمعته كان وحتى مرضه واحد تيبيكيل بالوزداد ربي يرحمه، مات مريض ثاني تيبيكيل. هذاك الوقت لم يعني ما كانوش يشوفوا ولادهم ولا رزاقهم ولا صوالح تاعهم، الجزائر والجزائر فقط. لكن لما ما كان بيننا كانوا مسلحين بالإيمان القوي وبروح التضحية الكاملة متجاوزة إلى ذلك حدود التصور الإنساني لغير المنطقة، متجاوزة إلى ذلك حدود التصور الإنساني، وتجاوزوا حتى منطق الأشياء، يعني منطق عدد قليل من راح يحاربوا دولة كبيرة معروفة. في نوفمبر 54 901 لما انطلق الثورة، احنا ما كناش نعرفوا، عرفنا الانطلاق نتاع الثورة فقط نوفمبر أول نوفمبر 54، ولكن والله ما كنا عارفين متى تنتهي، لا 7 سنين ولا 10 سنين ولا 20 سنة ولا جيل كامل. ولكن في ذلك الوقت كنا نعتقد باللي شيء يتواصل جيل بعد جيل بعد جيل، يعني انطلقت ثورة ممكن تضعف في مكان ما، ممكن تخرج شيء ممكن، ولكن وهذا تاريخ من 1830. لو تقرأوا وتتبعوا تشوفوا عدد الانتفاضات في الجزائر ما حبستش، كان المعدل كل 10 سنوات كاين انتفاضة في الجهة الوحدة، في الشرق، في الغرب، في الوسط، في الجنوب، هذه مكتوبة ومؤرخة، هذه ماهوش تحليل يعني. كنا نعرف اللي العدو هو قوي أمامنا، عدو قوي، وإحنا كنا الجانب الأضعف على الساحل على الأرض، إحنا كنا أضعف. كنا نعرف أيضا باللي الخارج ينظر لنا من الداخل، كنا نستناو في الخارج باش يحفزك ولا يعاونك ولا يمدلك شيء،
كنا نعتقد بلي لازم نقول احنا شكون وما هو الهدف. احنا شعب مستعمر مستعبد الى اقصى درجه، شعب يحاول يتحرر. لكن في الثوره عشنا بعد الثوره فيها عده مرات في عده مراحل، ولكن منها ثلاث مراحل اساسيه. ثلاث مراحل اساسيه، ما هي هذه المراحل؟ اول نوفمبر 54، اوت 20 اوت 56، هذه المرحلة. المرحلة الثانية 20 اوت 56 18 ماي 58، هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة والأخيرة هي 18 ماي 58 900 1000، 19 مارس 62 900 1000. طبعا هي فيه عدة مراحل، ولكن هذه المراحل الثلاث أساسية في كتابة التاريخ. ومرحلة ما تشبه المرحلة الأولى، المرحلة الأولى ما تشبهش الثانية، والثانية ما تشبهش الثالثة، والثالثة ما تشبهش في اثنين. في هذه المراحل وقع موقع. المرحلة الأولى بعد فتح نوفمبر ظهرت حركات ضد الثورة، وجزائريين ومسافرين، جزائريين ومسافرين، حركات مسلحة، وجزائريين ومع الأسف ومناضلين في الحركة الوطنية في حزب الشعب في البلاد. هذه ظهرت على الأرض، بما يعني معناه هذه المرحلة كانت صعيبة علينا، كانت صعيبة ياسر. كذلك ما كانتش عندنا قيادة معروفة من طرف الشعب، من طرف العام، ما كانش عندنا قيادة، كان يقراها سبوبين وما عندهمش برنامج، ما عندناش لا قيادة على المستوى الوطني ولا قيادة معروفة على المستوى الإقليمي وحتى الدولي. كاين مناضلين معروفين يعني، ولكن ما كانش فيه قيادة موحدة منسجمة بقرار واحد. هذه المرحلة الأولى. في هذه المرحلة كان الصراع بيننا وبين العدو الفرنساوي، ما كانش على الأرض نحرر جهة من جهات ولا ولاية من ولايات ولا، الصراع كان بيننا وبين الشعب، يعني بين جيش التحرير وما بين الجيش الفرنساوي أو السلطة الفرنساوية، الصراع كان على الشعب، اللي هي الشعب فيه أمل الانتصار، يعني فيه خطوة للأمام، لأن من بعد يدخل فيها الشعب، يدخل دور الشعب. ولكن في هذه المرحلة قلت ما فيهش قيادة، وما فيهش قيادة يعني منسجمة وتكاملة. الشعب بقى يستنى، شوف شكون هذو، واش عندهم، واش يبدلوا، وين مدينة، مدينة كرامة الساف، الكريدة تاع خراطة وصديق وقلبة، ولا وين راح يدور؟ هذا هو السؤال اللي يتحط من الطرف الثاني، الناس اللي ولاو. هنا كان ضبابية وعدم الرؤية الواضحة في مصير الثورة في المستقبل، لأن الرموز أول نوفمبر 54 كما نعرفوه من الأسامي داروا مشروع، داروا لابلاتور هذيك، واش فيها؟ فيها بيان نوفمبر، بيان كما راكم شفتوا بيان نوفمبر نقراوه مهم، ولكن كيفاش نطبقوا؟ ما هي الآليات
على الأرض، ما هي الوسائل اللي تقوى النخب؟ داروا أول نوفمبر ودي ظروف مغالة، دي ظروف رائعة، راحوا ما نقولوش راحوا من أجل نشر الثورة والعمل يعني الثوري باش يتصلوا بالدول كذا، وما خلاوش مشروع، خلاو بيان. الشيء اللي حدث من بعد واللي دام نرقصوا عليه دائما كانوا جماعه من بعد الاساسيين راحوا، واللي بقاو جاو من بعد فقط بعد تقريبا سنتين، بعد الغموض، بعد عدم الرؤيه الواضحه في الثوره، بعد ظهور حركات مسلحه على الارض، هذا الشيء مو سهل. هذه الجماعه اللي جاو واللي داروا مؤتمر الصومال، هما يقولوا مؤتمر، قالوا مؤتمر قلنا مؤتمر، ما نجموش نشوف التيار، الناس قراوا عليها هو مش مؤتمر يعني بالمعنى يعني تمثيلية ولا جماعة ضاقت بهم السكان، شافوا الثورة نتاع القتل وما عندهم حتى شيء لا في الداخل ولا في الخارج. الشعب قايس لنا في مرفات شكون يعملوا باش يمثلوا وين يدوروا. هذا الجماعة اجتهدوا تلقاو تحت زي ما في شحة في واد ماهوش مؤتمر بمعنى يعني الأكاديمية بروتوكول هيك إلى آخر تجي يعني كل جهة وكذا. ناس ما كانوش يتعرفوا بيناتهم الكل، حتى المعرفة ما يعرفوش بعضهم، تلاقوا اجتهدوا وجابوا وظيفة اسمها بلو جراند دا صومال، أرضية الصومال أو تبرر الصومال بسم الله والحمد لله، ولكن ما هوش مؤتمر. كما هجوا البارحة في هذا الوقت وما يذكروا دائما البعض ويقولوا البعض الآخر، لقاء صمام هذا كان يعني مؤتمر تتمثل فيه كل جهدي يعني الانسجام صحيح. جابوا لنا الوثيقة هذيك، نهار شفنا الوثيقة هذيك احنا كنا هاديين في الطبيعة، هادي كل واحد في جهته، ما عندناش في يدها اللي تلصق في يدها، اللي في الغرب في الغرب، اللي في الشرق في الشرق، اللي في الوسط في الوسط، اللي الجنوب في الجنوب، اللي نستناهم. وخاوتنا الجزائريين على الأرض مسلحين قابلين، وكانوا أغلبهم قدر علينا، احنا كنا في سن الشباب هذاك الوقت 20 18 سنة 21 سنة، هما كانوا يسكونا كيف تجي كان عم تضرب، احنا كنا كي ندير منهم العسرة صراحة، ولا من عقول الرمى كنا كي نشتركوا مع بعضنا ونحكوا الأسرى منهم من ميسان يسألون ولا كومونيست ولا كومونيست ولا شيكيميست ولا مصوديست ولا كومونيست، هذه الحركات كنت ممكن ما كناش لأن القاعدة اللي كانوا بارزين ومتكونين غادي غايبين ما نعرفوش حتى نتكلموا معاهم. في هذه الحالة هذه لما جاتنا الوثيقة وقع التقسيم الجغرافي اللي تعرفته بعد الولايات التاريخية، ولايات يعني جغرافيا انا نحكي لكم في ولاية الوسط يعني الولاية الرابعة التاريخية هي ثاني أصغر ولاية جغرافيا بعد الولاية الثالثة القبائل يعني الكبرى والصغرى، هي أصغر ولاية في المساحة، تأتي الولاية الرابعة بعد الوسط ثاني أصغر ولاية في المساحة، ثاني أصغر ولاية في المساحة 75 ألف كيلو متر مربع،
75 ألف كيلو متر مربع، يعني 300 كيلو متر على البحر من زمالي حتى بابا تنس هذه القرية الأولى جدا، و 250 في العمق. تعطينا 75 ألف كيلو متر مربع. هذا 75 كيلو متر مربع لازم تقسمها جغرافيا ثانية، احنا نركزوا على الكل جريدي. الثورة الجزائرية العكس الشيء اللي سمعناه الناس تكتب، محللين سياسيين علماء سوسيولوجيا علماء، كانت عندها أرضية في قمة الديمقراطية، ما نقولش ديمقراطية ولكن في قمتها. لماذا ديمقراطية؟ في الولاية على رأس الولاية كاين عقيد، عقيد كولونيل، ومعها ثلاثة رواد طلاب كوماندا، كوماندا ميليتير، كوماندا بوليتيك، كوماندا دو رونسيما إليزا كي صاروا بحال. هذا الكولونيل يعني راح يدور على 75 ألف كيلو متر يمشيها، والله الكوماندا أحد النواة نتاعو يتحكم فيها. لذا تتقسم الولاية إلى مناطق، يعني ولاية تتقسم فيها عدة مناطق، والمنطقة تنقسم إلى عدة نواحي يعني، ولا ريجون تنقسم إلى عدة أقسام سكتور، والسكتور ينقسم إلى عدة سو سكتور. سو سكتور بمعنى اليوم النظام تاعنا دائرة، دائرة إدارية، هذا هو سو سكتور. حتى توصل للحي للربيع ولا لاكاسبا ولا باب الورد صالومبي، تلحق للحي ولا في البادية توصل للقرية. القوة تاعنا وهذه بالنسبة للولايات، بعد تقسيم كل ولاية تقسم الأرضية تاعها، ولكن كل ولاية من الولايات الست حرة في الحدود الأرضية تاعها. هذه هي الولاية، وهذه الولاية اللي مجاورتها ما تعرفش منها ولا حد. دبر راسك، دبر راسك في كل شيء، والتعاون بيننا ماهوش إجباري، ماهوش إجباري. إذا حبيت نعاونك نعاونك، إذا ما حبيتش ماهوش مطلوب مني باش نعاونك. دبر راسك أنت وأنا راسك. هذا النظام اللي نقراو عليه مليح من الاستراتيجي، هنا كانت القوة تاعنا. القوة تاعنا فاش مثلا هو عندك أرضية ولاية معينة عندك فيها قيادة، والقيادة هذيك دي سنتراليزي لا مركزية، ما كانش مسؤول فوق، مسؤول فوق عنده حدود تاعو، ما يجيش العقيد ولا الكوماندا يروح للسو سيكتور تاع باب الوادي يقول له دير هكا ولا دير هكا ولا تاع دار بيضاء ولا تاع بلاطو. لان هنا انا قلت لك الديمقراطية العكس، الناس اللي يكتبوا شيء بما قراوش عليه. الثورة كانت تضرب المضرب وتذبح وتقتل وتقهر، لا دي سنتراليزيشن. هذا في كل الولايات، في كل التاريخ ما كانش مسؤول الولاية عنده لي بريروغاتيف تاعو، عنده اتصال تاعو مع لي زور، ممكن الولاية فيها خمسة ربع مناطق ولا ستة، الولاية الخامسة في الغرب الجزائري فيها ثمان مناطق، ثمانية أكثر واسعة من البحر حتى المال، فيها ثمان مناطق. احنا في الولاية الرابعة بدينا بثلاثة، ثلاثة مناطق وانتهينا بستة، لأن كل سنتين نديرو تقسيم إداري مثل كما راهم يديرو دوك، لأن كل سنتين تتبدل اللعبة.
تدير المستجدات ولا الاستراتيجي تتبدل اللعبة نبدل وحدة. بدينا بثلاثة انتهينا بستة. في هذه الحالة يعني لما قلت القوة تاعنا كان في نظامنا ماهيش الشجاعة كما يقولوا والإقدام وكذا. واحد يرمي الكرطاب نتاعو ليشيا فلاح ولا كذا من تحت الثورة ما يعرفش يشد حتى البندقية. البندقية عمرو ما شافها. مقابل جيش تقليدي جيش عريق دولة كبيرة تخيلوا هذا يعني ستة عقداء وبالك فيهم اللي ما خدمش العسكرية كاع. ستة عقداء في الجزائر و 18 قنبلة واش قابلهم؟ جازوا مننا 60 جنرال بحسب الإحصائية تاعهم 60 جنرال و 380 عقيد اللي كانوا زيد من الإدارة تاعهم زيد من الخوانة زيد من هذا النظام تاع الجبهة وجيش التحرير هو اللي خلى فرنسا من بعد هي البلدان خلى فرنسا في الأخير سنة 59 فرنسا ولات خدات درس على جيش التحرير ودارت تقسيم ودارت وحدات كيما الوحدات تاع الجيش احنا عندنا الكتيبة في ناحية معينة هما داروا كوماندو تشاس اللبسه كيف كيف والمشيه كيف كيف ويباتوا في الخلا كيف كيف. حنا عندنا الفدايين ولا المسجلين اللي بيتور هادو في الولايات وكل واحد ما يتم لابد ولا لان الضغط يولد الضغط يعني مفروض علينا هما يعيطوا لهم احنا عندنا المسجلين هما يعيطوا تيت شارتوز الرأس المفتش يعني يشوف يسمع ويشوف وعندهم وسائل اتصال وسائل في الحالة كما هذه الثورة نتاعنا يفترض كانت تدرس في أكبر الجامعات لما نشوف الإخوان الفلسطينيين اليوم في الحالة اللي راهم فيها ربي يقدرهم ويسرهم والخيانات اللي يعني في حول فلسطين وكذا دائما انا كي نتحدث مع الفلسطينيين نقول لهم انتم كي تاخذوا نقول دائما ناخذوا الثوره الجزائريه كمثال ما ديتوا والو الثوره الجزائريه ديتوا شعارات تصوتوا بها شوفوا شحال من منظمه عندهم حتى وصلوا واحد دا ريحه واحد دار رملة واحد دار غزة والقدس راكم تشوفوها يعني. القدس ولات في مكانها نتنياهو